طاب صباحكم مشاهدينا بكل خير، وتحدي اليوم ذو طابع اجتماعي وفهم ما ينتظرنا وتحدي لنا جميعا. مرحبا. تم إطلاق برنامج أوراش 2023 لإحداث 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين 2022-2023 لدعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني، وسينطلق في 10 أقاليم في مرحلة أولى، وسيتم تعميمه تدريجيا على جميع أقاليم المملكة. فما هي الأهداف المتوخاة منه، وما هي التحديات وطريقة التسجيل في برنامج أوراش، وما الذي يمنحه هذا البرنامج للمستفيدين منه؟ يسعدني أن نرحب معنا لتطارح حيثيات الموضوع، وأرحب من الرباط بالدكتور هشام معروف، خبير في السياسات الاجتماعية. صباح الخير دكتور هشام. صباح النور خديجة، شكرا لك وليمدي أنتبه على الاستضافة. مرحبا، نورتني. كما يسرني كثيرا أن أرحب معنا بالأستاذ عبد العالي الطاهري، إعلامي وباحث أيضا في السياسات العمومية بالرباط. صباح النور. صباح النور أستاذة خديجة، وعواشر مباركة لكم ولأسرة ميديا تي في. مرحبا، شكرا جزيلا، عواشرك مباركة أيضا. البداية معكم دكتور هشام معروف. عند إطلاق النسخة الثانية لأوراش تم عرض حصيلة البرنامج لعام 2022، وأكد بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن حصيلة برنامج أوراش لسنة 2022 كانت إيجابية. ضعنا في صورة لو تفضلت. يعني بطبيعة الحال كيف ما ذكرت في الأخت خديجة في التقديم ديالك، بأن البرنامج أوراش في نسخته الثانية الذي يهدف إلى خلق 250 ألف منصب شغل هو يعني وصف بالإيجابي، ولكن يبقى كإجراء كتقوم به حكومة السيدة عزيزة خنوش من أجل يعني التعاطي مع معضلة البطالة، واللي الواجب ذكره هو أن هذه المعضلة يعني فيها تراكمات ديال الحكومات السابقة، واليوم هذا الإجراء هو كمبادرة وليس حلا لأزمة التشغيل ببلادنا، وإنما هي مبادرة من بين المبادرات لتخفيف العبء على خاصة وإحنا خارجين من جائحة كورونا. بالنسبة لأولئك الذين يجدون صعوبة العمل وإيجاد فرصة للعمل، بالرغم من أن هذه النسخة الثانية اتسمت بشقين، شق يتعلق بالأوراش العامة وهي مؤقتة لحوالي 6 ديال الأشهر، وكذلك الشق الثاني المتعلق بيعني تطوير المهارات والكفايات واللي كيهم الفئات اللي كتشتغل في التعاونيات أو المقاولات الصغرى أو حتى الجمعيات. هذا كله كيجي في إطار يعني الحلول البديلة لأزمة ديال التشغيل ببلادنا، ولكن ليس حلا جذريا لهذه الظاهرة يعني أو لهذا الإشكال أو هذه المعضلة اللي هي معضلة البطالة، اللي في الحقيقة فعلا هي فيها عديد من أنواع ديال البطالة. هناك البطالة الأكاديمية، ثم هناك البطالة الغير المتمدرسة، واللي يجب حلولها أن يعني أن تكون جذرية على المدى البعيد، بل هذه حلول يعني مؤقتة وترقيعية لتخفيف العبء فقط. نعم. طيب أستاذ عبد العالي الطاهري، أين يتمثل هدف برنامج أوراش من خلال يعني سنتين 2022 و2023، وبالتالي من هي الفئات المستفيدة من هذا البرنامج؟ أولا الشكر موصول دائما لقناة ميديا تيفي على إثارتها مواضيع ذات رهينية واستعجالية كبرى، خاصة الملفات اللي عندها بعد اجتماعي، وخاصة أننا نعيش واحد الظرفية ديال نقدروا نقولوا ديال تأزم أوضاع اجتماعية ديال فئة عريضة من أبناء المجتمع، خاصة بعد تبعات أقول تبعات كارثية لجائحة كورونا، وأيضا مع ارتفاع معدلات البطالة اللي هي ظاهرة ليست وطنية ولكن هي ظاهرة عالمية كونية. يجب الإشارة أولا قبل الإجابة على السؤال الكريم أن هذا البرنامج ديال أوراش شخصيا أعتبره جزء من التوجه الملكي أولا والتوجه الحكومي في إطار تحقيق واحد العدالة اجتماعية وعدالة مجلية كتشمل الجهات الـ 12 المملكة. وفي هذا السياق وجب التأكيد على أن المرحلة الثانية تم الإعلان عليها في 13 فبراير
من حاسة 2023، وتم التأكيد من خلال منشور صادر على رئيس الحكومة السي خنوش، هو اللي كيأكد أقول هذا المنشور على أن تنزيل برنامج أوراش جوج أي المرحلة الثانية سوف يهدف إلى توفير 250 ألف فرصة، يعني ما يمكنش نسميه منصب، كتعلمي أن الصفة أو الصيغة الدستورية ديال المنصب هو منصب مالي، هذه فرص باعتبار أن المسألة لا تتعلق بمناصب عمل أو مناصب مالية بقدر ما هي فرص لتدارك ما يمكن تداركه على مستوى مواجهة أزمة البطالة. صحيح. وكما أؤكد بعد تبعات كورونا هذه 250 ألف فرصة عمل سوف تكون مباشرة في غضون سنتين 2022-2023 من خلال إطلاق أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة. يجب التأكيد أيضا على أن هذا البرنامج اللي يعتبر شخصيا أعتبره تقل في إطار الملكية اللي كتهم تحقيق نوع من الحماية الاجتماعية، ليس الحماية الاجتماعية في بعدها مرتبطة بالتغطية الصحية، ولكن الحماية الاجتماعية من خلال دخل قار أو توفير دخل قار يحفظ كرامة الناس الذين يعانون من الهشاشة يعانون من البطالة. ويجب تأكيد أيضا أن الدولة رصدت في هذا الإطار ميزانية ليست بالهينة، وهي 2.25 مليار درهم برسم سنة 2023. يجب التأكيد أيضا على أن المرحلة الأولى من برنامج أوراش حققت حصيلة إيجابية، وهذا من باب الإنصاف وإقرار الإنصاف الذي يجب التأكيد عليه، إذ لا يمكن دائما أن نطرح الجانب السلبي، لكن يجب التنويه بالمبادرات وبكل ما يتحققه على المستوى الحكومي. وهنا أعطي رقما محدد على مستوى الحصيلة المرتبطة بالمرحلة الأولى من برنامج أوراش، حيث استفاد منه أو في المرحلة الأولى حوالي 103,190 مستفيد، مثل النساء حوالي 30% منه، وهذا رقم مهم وجد محفز. طيب دكتور هشام معروف، ربما سأدخل معك في بعض التفاصيل، ونتساءل جميعا عن الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة لتنزيل البرنامج في نسخته الثانية، ما هي مرتكزات هذه الاستراتيجية؟ قبل الحديث خديجة على المرتكزات وعلى التوزيع المجالي لهذه الفرص، فرص التشغيل التي أعتبرها أنا هي فرص يعني مطلوبة حاليا، ولكن ليست حلا جذريا لأنها هي مؤقتة، تبقى مؤقتة لمدة 6 أشهر، وتعلمين أنه عندما نعطي الإنسان فرصة ديال الكرامة ديال الحرية ديال تأسيس الدولة الاجتماعية الذي نطمح إليه جميعا، أو أسس الدولة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، وهذا عدد الأمور اللي صحيح. هي فعلا كما قال الأخ يعني برعاية المولوية، ولكن تبقى هذه الفرصة فرصة أوراش فرصة مؤقتة، يعني أسطر على مؤقتة، لأنه الاستقرار وهذه الشعارات كلها اللي تحدث عليها الأخ في المداخلة ديالو هي كلها كتجي لمدة واحد الاستقرار لمدة 6 أشهر فقط. نعم. مدى ما مصيره بعد 6 أشهر يعني، أو حتى بالنسبة للأشخاص اللي غادي يأخذوا 1500 درهم شهريا لمدة 9 أشهر، والبرنامج كله في حد ذاته فيه سنتين، يعني هو مسألة ديال بحال كنديروا البيطادين لواحد الظاهرة اللي هي معضلة، حنا ما كنلوموش هذه الحكومة، هناك تراكمات ديال الحكومات السابقة، معضلة البطالة هي معضلة كبيرة، ولكن هذه الحلول هي حلول تبقى ترقيعية، إذ أقول أنها حلول جدية لهذا الإشكال، وبالتالي إحنا اليوم المغربي اليوم في ظل الغلاءات اللي كتعرفها الأسواق المغربية والإكراهات اللي كيعرفها المواطن في التعاطي مع جميع الخدمات العمومية، لأن المال هو الأساس والمحرك الأساسي لكل الخدمات الأساسية في البلاد ديالنا، وإحنا كنقولوا دائما في المداخلات ديالنا كنا حريصين على باش انه هاد البلاد ديالنا تنعم بالاستقرار الحمد لله في ظل القياده الرشيده، ودار جميع الجهود ديال مختلف المتدخلين والحساسيات بكل واحد من الموقع ديالو باش نحافظوا على الاستقرار الايميز للمغرب ديالنا والبلاد ديالنا في ظل يقول كما قلت يعني امارات المؤمنين. وبالتالي فلا بد انه الى جانب هذه الفرصه، هذه فرصه اوراش، اننا نفكروا في جلب استثمارات كبرى لاحتواء الوضعيه لاعطاء فرص حقيقيه للشباب باش يكون واحد الاستقرار فعلي مدى يعني سناتي المدى لهذا الاستقرار دكتور هشام، سناتي لهذا الاستقرار وطبيعه هذا الاستقرار وكيف يتاتى هذا الاستقرار باي طرائق واليات، ربما غادي نوصلوا لها بالتدريج. خليني ننتقل عند الاستاذ عبد العالي الطاهري
ونتساءل عن المراحل، ما هي مراحل تعميم المشروع لكل أقاليم المملكة؟ هل تتضمن كما سبق الإعلان عن ذلك نشر إعلانات ومن ثم بدء اختيار المقاولات ونشر إعلانات التشغيل بالدرجة الأولى؟ اولا كما تعلمين استاذه خديجه، يعني انا دائما في البرامج الحواريه لا ادخل في ثنائيات. اولا انا هنا كباحث ولا ادافع عن الحكومه ولا تلزمني قرارات الحكومه او اي جهه، هذا من جهه. يعني انا اتحدث عن فرصه، وبالتالي ما دامت هي فرصه فهي لن اقول حل ترقيعي بقدر ما هو حل مرحلي. حل مرحلي. نعم نعم اكيد. انا اكيد ان هذا النوع من الخطط، ولن اقول استراتيجيات، هي خطط مرحلية مؤقتة لا يمكن بحال من الأحوال أن تحل تراكمات ومشكل البطالة، خاصة مع ظرفية قاهرة صحيح يعاني منها المواطن. الطبقة المتوسطة تعاني وتنزل إلى مستوى الطبقة الفقيرة. هذا أمر، لكن نحن نشجع النوع من المبادرات إلى حين تبني استراتيجيات يعني تعالج موضوع البطالة وتقوي القدرة الشرائية. نعم. وبشكل نهائي وبحل يعني. نعم أكيد، هو واقعنا لا يمكن أن نغطي بغير بال. واقع الحال. نعم. بالنسبة لآلية التنزيل، وهناك مسألة يتم التساؤل حولها في هذا الإطار، أنه هناك وجود مقرونية للتسجيل، وهناك مجموعة من الأشخاص وبالعشرات الآلاف يتساءلون عن كيفية التسجيل. ليست هذه، أستغل هذه الفرصة، ليست هناك أي مواقع للتسجيل. الجهة الوحيدة المخولة بهذه المسألة هي الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، التي أبرمت اتفاقيات مع المقاولات في إطار إشراف حكومي، وخاصة أقول خاصة من طرف الوزارة بشكل مباشر، وهي وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل. تمام. وهو ما سبق وأن أكد عليه وزير المعني السي يونس السكوري، الذي أكد على الخطوط العريضة لهذا التوجه ولهذا البرنامج. نقطة ثانية يجب التأكيد على أن برنامج أوراش يشمل ثلاث مراحل، وفي كل مرحلة هناك توجه إلى مجموعة من الأقاليم بعينها، ونجد في اللوائح المخصصة لهذه المراحل الثلاث أن غالبية هذه الأقاليم هي أقاليم ظلت ولسنوات طويلة تعاني من الهشاشة. نعم. أولا لقبائدها، وأؤكد على نقطة مهمة، خاصة أن عندما نتحدث عن برنامج أوراش نربطه برئاسة الحكومة وبالحكومة، أكيد أن الحكومة مسؤولة عن اجتماعي مترضي عن أي اختلالات تدبيرية، هي المسؤولة الأولى دستوريا. لكن يجب التأكيد على عندما نتحدث عن برامج ذات بعد مجالي ذات بعد ترابي، فالمسؤولية مسؤولية مشتركة أيضا مع المجالس المنتخبة. أكانت محلية ممتلكة للجماعة الترابية أو المجالس الإقليمية أو مجالس العملات، وبدرجة أهم في إطار السياسة الجوية الموسعة مجالس الجهات التي تعتبر طرفا في تنزيل، وأقول تنزيل الإجرائي والمؤسسات لهذا البرنامج، ملزمة بأن تكون قادرة فعلا على المساهمة في دعم هذا البرنامج الذي سوف يشكل أقول فرصة أو متنفس للحكومة لمدة 18 شهر في أفق الخطوة بتوجه مستقبلي يخرج المواطن الذي يعاني الهشاشة. تمام. وأقول القهر السوسيالي من دائرة الفقر، بعد أن كنا نتحدث عن فئة متوسطة، الآن لدينا فئة غنية وفئة فقيرة وأقل فقرا. جيد. دكتور هشام، يعني أوراش دعم الإدماج المستدام، هل تضمن عقود العمل؟ هل تتضمن أيضا الاستفادة من التغطية الصحية من التعويض؟ تعويضات هي بالنسبه لا يعني في هذه خلال هذه الفتره هناك يعني حصه المشغل. نعم. لتامين على حوادث الشغل وكذلك التغطيه الصحيه، ولكن تبقى كيف ما قلت لك هي مؤقته لا تتجاوز 6 أشهر وفي اقصاها 24 شهرا. فما اثير انتباهكم اليه هو ان هذه الفرصه
كما قلت وأكرر، لن تكون حلا جذريا لمعضلات البلد. لن تنتظر من الحكومة جهود أكبر، جلب استثمارات كبرى، لأن كيف ما كنقول دائما في مختلف المداخلات ديالي، المغرب يسير بسرعتين، سرعة البراق، الأقمار الصناعية، المشاريع الكبرى، ولكن هناك وضع اجتماعي يجب الاشتغال عليه بجدية. هناك مؤسسات دستورية، البرلمان، يعني الجماعات، المجالس البلدية والقروية، وحتى كذلك بالنسبة يعني الحكومة من مخول لها تدبير، ويعني اليوم كاين عندنا مشكل الغلاءات، يجب إيجاد الحلول. يعني هذه المؤسسات العمومية وهؤلاء المنتخبون يعني تؤدى لهم الميزانية العامة من أجل الجلوس لتقديم خدمات عموميه للمواطنين بشكل يعني لضمان واحد الكرامه ديالو، لا في مجال ديال التعليم ولا التغطيه الصحيه ولا يعني ماشي شي حد كيتجمل على المغاربه بشي حاجه، وانما هذا واجب كيضمنوا الدستور المغربي. وطالما جلاله الملك الله يحفظه وخليه على راس هذه البلاد ويعطيه الصحه ديالو، كيقوم بجميع الجهود من خلال مؤسس محمد الخامس للتضامن، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واحد العدد من الأمور، فإنه احتواء الوضع الاجتماعي، لأن الوضع الاجتماعي دائما أقول أنه نحن نشتغل فوق برميل ساخن من النار، يعني من البنزين، قابل للاشتعال في أي وقت، اللي هو الوضع الاجتماعي ببلادنا. وبالتالي يجب العمل على أنه نخلقه واحد سياسة واضحة. اليوم ب 1500 درهم ما يمكنش الشاب مقتبل العمر غادي يفتح به اسره ولا يخلص به الكرا ولا غادي يعطيه يتزوج به ولا يبني به الحياه ديالو. وكنظنوا ان في شريحه الشباب هي اللي بحاجه الى الشغل، هذه الشريحه يجب تعطاها يعني جميع الامكانيات، ويكون عندنا شي شويه ديال اشراك الخبراء والممارسين. اليوم نتمنى دكتور هشام ان تكون هذه الانطلاقه، وتكون هذه بقعه ضوء وامل في المقبل من السنوات، وتكون هذه بدايه اللي هي مشرقه بالنسبه للشباب، وما توقفش عند هذا الحل هذا اللي قلت يعني مؤقت كما يعني تفضلت بذكر ذلك دكتور هشام. نتمنى على الله، لما لا؟ الحمد لله، بطبيعة الحال حنا كنا أمل في المغرب ديالنا، والمغرب ديالنا كتشوف أنه نتحد كما كنتحدوا على القضية الوطنية، ولا خروجنا كاملين فرحانين عند فوز المنتخب المغربي، كنا إيجابية. ولكن صحيح، في نفس الوقت يجب أن يقوم الساسة المغاربة يكون عندهم واحد الروح الوطنية، ونبقوا إيجابيين، نبقوا إيجابيين، وحنا في مجتمع تحدي دائما عندنا واحد الرؤية إيجابية، لسنا عدميا ولسنا سلبيين، إنما نثير الحلول بغينا حلول الآن مؤقتة فعلا، ولكن في انتظار أننا نجربوا حلول جذرية من أجل احتواء الوضعية، ونعطي واحد خدمات عمومية للمواطنين تلقوا بهم. لأن كيف ما كان قل لك، هذه بلاد ديال المغاربة كاملين، بالضعيف ديالها وبالقوي ديالها وبالمقاولة ديالها وبالبسطاء ديالها، بالتالي ما غاديش ناخذوا غير واحد الفئه ونعطيوها جميع الامكانيات باش تراكم الثروات اللي هنا خلات. كما قال جلاله الملك في افتتاح ديالو الدوره البرلمانيه، اين الثروه؟ لماذا لا تشمل الثروه جميعا، جميع المغاربه؟ وبالتالي هذه الفئات يجب ان توجه لها جزء من هذه الثروه. طيب، وخلي نبقاو جيد، ونبقاو في هذا المشروع هذا ديال اوراش وهذا البرنامج، وغادي ننتقل عند استاذ عبد العالي، وغادي نسالوا على هل سيتم الاعتماد على التأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات الشباب، وكل هذا بهدف إكساب أو اكتساب يعني الشباب التجربة المهنية. ربما أنا دخلت معك في تفاصيل دقيقة حتى نبين للشباب ماذا يضم هذا البرنامج ديال أوراش. أكيد مادام، لأن هذا هو دورنا حقيقة. أكيد هو غير واحد النقطة أستاذة خديجة، حبنا نزيد نأكد على ما جا في جزء من المداخلة الأخ، أنا تنتمن يعني لحاجة اللي لا أتفق الحاجة اللي موضوعية، وأنا أتمنى أن تتفقان في الأخير. بالعكس هو الاختلاف يخلق التكامل، فهمتي؟ ما يكونش غير خلاف، لأن الاختلاف راه رحمة، ولكن الخلاف لا الحمد لله هناك اختلاف، فهمتي؟ هو يمكن ان يكون هناك خلاف على قضايا وطنيه وعلى الوطن، الحمد لله الله يحفظنا الوطن ديالنا. الناس ليس هناك مساله سلبي او ايجابي، هناك مساله واقعي. تمام، باش تعالج ظاهر ولا اختلال خص تكون واقعي. السلبيه، احنا ضد السلبيه، احنا دائما نتحرك بعقليه محفزه، تؤمن بان الامل في المستقبل، ولكن تؤمن ايضا بان المسؤوليه مسؤوليه مشتركه،
واصلاح الاوضاع ماشي مساله شعارات ولكن مساله اجراءات. رجع السؤال ديالك استاذه خديجه، اكيد نتحدث عن مجموعه من الاوراق البعد المهني، وبالتالي هناك تخصصات، هناك العديد من التخصصات المهنيه، وبالتالي اقبال الشباب المستفيدين من برنامج اوراج في مراحله الثلاث يجب ان يخضعوا قبل الادماج لدورات تكوينيه، ربما دورات تكوينيه لفترات قصيرة، يعني من الجانب التأطير الأكاديمي والتأطير المهني. أعود أيضا للمنشور الصادر على رئاسة الحكومة اللي حدد الخطوط العريضة ديال برنامج أوراج، وهو حدد، وهذا الشيء راه كاين في الموقع الرسمي ديال رئاسة الحكومة اللي بغى يطالع عليه ياخذ المعلومات، لأن كما قلت كاين واحد اللبس، مجموعة من المواقع الإلكترونية غير المهنية وما أكثرها، واللي كتحدث على وجود مواقع للتسجيل، ليست هناك أي مواقع للتسجيل، نكررها وأعيدها من باب التنويه ومن باب الإشارة والإخبار على أن الجهة الوحيدة المخولة في هذا الإطار لإعطاء المعلومات الصحيحة في إطار برنامج أوراج هو موقع رسمي لرئاسة الحكومة، وأيضا الوكالة الوطنية لتشغيل وإنعاش الكفاءات. أعيد بالنسبة للمنشور رئاسة الحكومة في هذا الإطار صادر في 13 فبراير 2023 الخاص بالمرحلة الثانية من برنامج أوراج، تحدث عن تقديم تعريفات لجميع أنواع التكوينات وجميع أنواع أوراج، حدد الفئات المستهدفة، حدد المزايا المنوحة، أعطى المقاربة والآلية والمسطرة ديال التنزيل، وأعطى أيضا منظومة الحاكمة المعتمدة لقيادة تنزيل برنامج أوراج. إذن الإنسان اللي بياخد أي معلومة يمشي لهذه الجهات اللي ذكرت باش ياخد معلومات وتكون الاستفادة مزيانة. وبغيت نشير لواحد النقطة، وهذه رسالة للمستفيدات والمستفيدين، فيعتبروا أن فرصة برنامج أوراج هي مجرد ستاج كما تنقولوا بالدارجة، فترة تدريبية في أفق ان شاء الله، يعني رغم انها غتكون محدده في الوقت، ولكن غتعطيهم واحد الفرصه هما بشكل شخصي انهم يستافدوا من واحد التكوين ما يعتبروش عمل، لا لانه ماشي عمل قار، هو غنعتبره شخصيا فرصه، محطه او تجربه، هو فرصه تدريبيه تكوينيه مؤدى عنها رمزيا للاستفاده مستقبلا باذن الله، دائم باذن الله. جيد، دكتور هشام معروف، ما هي رهانات برنامج أوراج في المقبل من سنوات؟ هو يكون عدد من المستفيدين أكبر، ويشمل هذا البرنامج عدد كبير من الشباب ديالنا، ولكن غير اللي بغيت نشير ليه الأخت خديجة، لطالما بين المغاربة الأمل ديالهم على حكومة المالي والأعمال، على أحسن، على كون أنها حكومة قادرة على تدبير الشأن الاقتصادي، وأننا زيدنا بالتنمية المستمدة مدى البلاد ديالنا. وهذا اللي بغيت نقول، أنه بما أنها بنيت هذه الأمل على أنها هي المنقذ، حبذا لو أننا نرفعه من وتيرة الاشتغال، غير حيث التسويف وبناء الأمل في دائما، يعني تعاقبت علينا كيف ما كتعرف حكومات سابقة، وعندنا واحد مجموعة من الأفكار على هذه الحكومات السابقة، وفي هذاك التسويف يقع ما يقع. وبالتالي احنا الآن مطلوبين بأننا نشتغلوا بواحد وتيرة سريعة، وأنه أكبر دليل على نموذج شوف ما يقوم به يعني العديد من يعني الدول المتقدمة في هذا المجال، وأننا كنتعاطى مع هذه القضايا بواحد الشكل إيجابي. اليوم احنا في مجال الحماية الاجتماعية هضرنا راه غادي في واحد المسار اللي هو صحيح، ولكن خاصنا وتيرة الشغل تكون سريعة. وكيف ما جاوب الأخ مؤخرا قال لك أنه اعتبروها ستاج، إذا كنا نكون واضحين أكثر وبأننا نقول أن هذه المرحلة هي مرحلة كيف ما قلت أنا في البداية، أكون يعطيها وصف ديال الترقيعي، وبالتالي هي فرصة يعني التقاسي نسبيا. دكتور معروف التقاسي نوعا ما في هذا التوصيف، هو يحتك هذا التوصيف كنت شوية قاسيا. لا يحتك، وهذا هو اللي كيكون عندنا احنا مشكل، ما بغيناش نبقاو نشوف المغاربه اليوم، واخا شي ما غنقولوش اليوم في البرنامج عبر قناه ميديا ان تي في، جميع مواقع التواصل الاجتماعي كنعرفوها كامله وكنشوفوها كامله تغلي غليا، ونحن نغلي بغليا الشارع المغربي، احنا ما عندنا حتى شي مصلحه، ما كان طبيعتنا لا محسابين ولا مع الجهه الاخرى، وانما نحن اكاديميين وممارسين للعمل الاجتماعي، ونستقبل من خلال المؤسسه التابعه لنا الحالات الاجتماعيه، وكنعانيو معها المعاناه يوميا. انا قبل ما نوصل معك لهذا البرنامج اليوم نكون معك ضيف، استقبلت واحد العدد من النساء اللي في الحقيقه مدابزين مع لقمه العيش، وكيقول لك شنو الحلول، شنو المساعدات اللي يديروا لنا والشباب اللي وهادو من ضمن الحلول. دكتور هادو من ضمن الحلول، ويعني اشكرك جزيلا. بغيت نختم معك قبل ما ننطلق عند الاستاذ عبد العالي، بغيت نختم معك برسالتك لكل الشباب. انا رسالتي الامل،
احنا الحمد لله شوف محبين لهذا الوطن، والامل ديالنا فيه كبير، وعندنا امكانيات كبيره وثروات طبيعيه ما كاينش عند بلدان اخرى، ونعمه الاستقرار. وبالتالي اللي مطلوب منا هو كل واحد نديروا اليد في اليد ونشتغلوا بجديه، ولا اجمل من هذه السرعه دكتور هشام، ولا اجمل من هذه. مضطر انني عاد ننتقل عند دكتور عند استاذ عبد العالي لان الوقت ادركنا. استاذ عبد العالي، برايك يعني ما هي ربما التحديات المستقبليه والتي يجب ان تؤخذ بجديه لانجاح هذا البرنامج وللتغلب على كل اكراهاته، بايجاز لو سمحت؟ أولا المغرب يتوفر على رأس مال الرساميل هو الشاب، تمام، والحمد لله رغم جميع الأزمات التي مرت منها بلادنا على غير باقي الدول، المغربي متشبث بوطني، وعلى الحكومة أن تلتقط هذه الإشارة على أن المغربي ولد الخير ولا يبحث عن قلقه، وبالتالي فإحنا دائما نتجنب الإيجابي، وعلى الحكومة تلتقط هذه الإشارات وتؤمن بأن عليها رع الإجراءات لتحسين الأوضاع اجتماعيا واقتصاديا والحفاظ على شكرا جزيلا الاستقرار على جميع المستويات. أشكركما جزيلا، كل الشكر لك الأستاذ عبد العالي الطاهري، إعلامي وباحث في السياسات العمومية برباط، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، بارك الله فيك. مرحبا، نورتني. شكرا جزيلا لك دكتور هشام معروف، خبير في السياسات الاجتماعية، شكرا على كل ما تفضلت به، شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا. مرحبا، شكرا هشام. إذن مشاهدينا، شكرا جزيلا على كرم المتابعة، في انتظار غد أحلى، دائما ألقاكم مع كامل المحبة.